السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول ايه الفرق لو انا بسطب الريفت واخترت اللغة ENU واخترت اللغة ENG؟ هو الاتنين انجليزي والاتنين مش هتحس بفرق غير في بعض المصطلحات البسيطة في قلب البرنامج، ويعني نادرا لما تاخد بالك منها، يعني مش في القوائم الرئيسية موديفاي، لا يعني في بعض الكلمات البسيطة. ال ENU اللي هو English United States، وال ENG اللي هو English United كينجدوم، يعني ده الامريكي وده البريطاني. هتلاقي في اليونايتد ستيت او في الامريكي بيستخدم بعض الكلمات او المصطلحات، انما في اليونايتد كينجدوم في مصطلحات تانية، عامله زي فكره الاسانسير هتستخدم اليفيتر ولا ليفت وهكذا. يعني الموضوع هيبقى بسيط قليل اول لما تاخد بالك منها، وممكن حتى بعد ما تسطب ان انت بس مجرد بتغير ملف معين خلاص هو بيبدا ان هو يتعرف عليه. ده المسارات هسيبها لكم في شرح الفيديو، بحيث لو حد حابب ان هو يبدل الملف سطب بالغلط، وان كان يعني ما بتحس الفرق خالص، يعني الكلمات دي مش من الكلمات المنتشرة او في الانترفيس بتاع الواجهة البرنامج، لا يعني مش اساسية يعني.